فاكرين زمان كنا بنفرح بالسعادة، لكل واحد سبع علامة في القلوب له ألف شكر ويا أجمل ذكريات. فاكرين زمان كنا بنفرح بالسعادة، من لمة العيلة لصحبة حلوة وحكايات، كان في رسالة وحب حكمة وتربية، والنقشة بند بصوت جميل بالأدعية. وشيخنا متولي يفسر في الآيات الصحراء من بعد السكات، لكل دول شكرا وليكم الاحترام. ناس علمتنا الحكمة ليها من سلام، بكلام له معنى وحكمته سبقى مدى، وده اللي واخد سكته الدين والحياة. الدين والحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم. الصيام عبادة زيها زي عبادات كتير جدا في حياتنا، ولكن هي عبادة محببة عند ربنا سبحانه وتعالى، وأكيد كمان محببة لينا، بدليل أننا بنستنى رمضان من السنة للسنة، وإحنا جوانا فرحة جديدة جدا بالشهر الكريم، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. ولكن يجي شهر رمضان يبدأ جوانا تساؤلات كتير جدا، يا ترى إيه الحاجات اللي ممكن تخلي أي حد فينا يفطر؟ يا ترى لو اتكلم في سيرة حد كده بالفعل فطر ولا لأ؟ لو طلع لفظ مش كويس كده فطر ولا لأ؟ يجي بقى للحاجات التانية زي معجون السنان وزي بعض الأدوية والحقن ونقط وحاجات كتير جدا، نسأل هل ده كل الكلام ده يفطر ولا لأ؟ في كمان أحكام وحاجات تانية خاصة بالنساء في شهر رمضان، ولما يجي رمضان اللي بعده نقول طب لو الست ما قضتش الايام اللي عليها هل بيحسب لها رمضان ده ولا ما بيتحسبلهاش؟ لان في بعض الاراء تقول ان احنا لو ما قضيناش اللي علينا قبل دخول شهر رمضان السنه اللي بعدها فاحنا كده ما يتحسبلناش شهر رمضان ده او صيام شهر رمضان اللي جاي. ممكن تساؤلات كتير جدا خاصه باحكام الصيام هنتكلم عنها ان شاء الله النهارده مع فضيله الشيخ محمود عاشور. اكيد بنرحب باتصالات حضراتكم واسئلتكم، ولكن بعد الفاصل. نويت الطاعه التنزيل والسنة على الإخلاص، على الإخلاص ما بين الناس وده دين. ولو ساعة عايشة أكون في ده ديني، يا رب ارحمني، يا رب ارحمني برضاك عني وتحميني. بحس بنفسي مشتاق ولاقي روحي سباقة بتندهلك. يا هادي الناس تعبنا زنوب في دنيتنا، وعفو الله ملوش حدود. وأقول يا رب، يا رب ثبتنا. مرحبا بحضراتكم مشاهدينا، معنا مرة تانية، معنا النهاردة فضيلة الشيخ محمود عاشور. أكيد بنرحب باتصالات حضراتكم وأسئلتكم. شيخ محمود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منورنا. ربنا يبارك فيك. يعني احنا بناخد البركة في كلها في الحلقة بتاعت حضرتك. ربنا يبارك فيك ويرعاك ويحافظ عليك إن شاء الله. ربنا يخليك يا رب. لو بنتكلم عن مبطلات الصيام، ويعني بنقول مش عايزين نبقى كل اللي نبنا بس الجوع والعطش من الصيام، ولكن ناخد بركة الصيام كده كاملة. ناس كتير جدا خاصة من السيدات بتأخر قضاء الأيام اللي عليها لقرب رمضان، وفي ناس ممكن تنسى وما تصومش أو تطلع بس الفدية أو الكفارة بتاعت اليوم ده، فيقال إنه رمضان اللي بعده ما يتحسبش الصيام إلا لازم يكون تم القضاء الأول. الكلام ده صحيح ولا لا؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الصيام ربنا سبحانه وتعالى قال لنا بعد آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فربنا سبحانه وتعالى بييسر لنا، ما بيصعبش علينا، وربنا سبحانه وتعالى بيرطف لنا كل الأمور عشان نستطيع ونقدر ونؤدي. اللي يقدر يصوم بيصوم، ما يقدرش يصوم يبقى عليه أن يفطر ويقضي أياما مكانه. قال لنا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض الذي لا يستطيع الصوم عليه أن يفطر ويقضي أياما مكانه، لظروف ما، لسبب ما، ما قدرش يصوم رمضان اللي بعده، يبقى يصوم بعد رمضان إن شاء الله ما عليه من أيام. بعض الأئمة ما قدرش يقضي اللي عليه قبل ما يجي رمضان قبل ما يجي رمضان الجاي، يبقى يصوم بعد رمضان إن شاء الله ما عليه من أيام إن شاء الله. بعض الأئمة قالوا إنه الإمام مالك والإمام الشافعي قالوا إنه يصوم ويفدي الاثنين مع بعض. الإمام أبو حنيفة، وأنا مذهبي حنفي، قال إنه يصوم فقط، لأنه ربنا ما قالش إنه يفدي، ده قال إيه؟ فعدة من أيام أخر، يعني في الأصل ما حددش الأيام، ما قالش إنها تبقى بعد رمضان ده ولا بعد رمضان الجاي، وإنما عليه أن يقضي هذه الأيام طوال حياته إن شاء الله. هو الأصل الصيام، مش إنه يطلع كفارة الأيام دي أو الفدية بتاعت الأيام. شوف، من يستطيع الصيام لابد أن يصوم ولا يفدي أبدا. بعض الناس بيستسهل، تقول لك أنا كنت والدة السنة اللي فاتت وما قدرتش أصوم فأنا فديت عن أيام رمضان. لا، الذي يستطيع الصوم لا يقبل منه الفداء، وإنما لابد أن يقضي ما فاته من أيام. الفداء للذي لا يستطيع الصوم أبدا، أو الذي مرض مرضا لا يرجى، عنده مرض مزمن بقى، مرضا لا يرجى برؤه، يبقى عليه أن أن يفدي ويطعم عن كل يوم مسكين وجبتين فطور وسحور. لأن الناس بترى إنها وجبة واحدة، لا، هم وجبتين فطور وسحور، فنطعم عن كل يوم مسكين وجبتين فطور وسحور. يعني إطعام، مش إفطار مسكين، هو إطعام مسكين اللي هو الفطار والسحور. لابد إن يكون زي الشخص نفسه ما بياكل. يعني في ناس ممكن تشوف مثلا هو ممكن ياكل يتسحر ويفطر مثلا بعشرين جنيه. قالينا في الفداء عموما: من أوساطي ما تطعمون أهليكم. يعني زي ما بتاكلوا، انتوا بتاكلوا الوجبه تكلف كام، اديله تمام ده، او اكله وجبه زيك بالظبط، ياكله مما اكل، يا اما اديه قيمه وجبه مما اكل ايضا. طيب، لو اتكلمنا عن مبطلات الصيام للسيدات او للنساء، شوفي، تفضل حضرتك. هما الحيض والنفاس نمره واحد في مبطلات النساء، فالحائض والنفساء لا يصومان حتى ينقضي تنتهي أيام الحيض، وحتى تنقضي أيام النفاس أيضا. أيام النفاس حدها الأقصى 40 يوم. إنما قال العلماء إذا طهرت بعد أسبوع، بعد 10 أيام، عليها أن تغتسل وتصوم إن شاء الله. إن استطاع، لم تستطع، يبقى تفطر وتقضي أياما مكانها بإذن الله. الحائض حين ينتهي الحيض عليها أن تصوم. افرض الحيض انقطع قبل الفجر، يبقى عليها أن تصوم، وصومها صحيح إن شاء الله. إن شاء الله قبل الفجر بدقيقة، صومها صحيح إن شاء الله، وتغتسل سواء كان في وقتها أو بعد طلوع النهار إن شاء الله لتصلي إن شاء الله. أما صومها فهو صحيح سواء اغتسلت أو لم تغتسل إن شاء الله. أحياناً في بعض النساء يحصل إنه تيجي الدورة الشهرية مثلاً قبل المغرب بدقائق أو بساعة أو بحاجة، فالحالة دي بيحسب اليوم ولا ما بيتحسبش؟ إذا حدثت دورة قبل الغروب الشمسي يبقى عليه أن تفطر، لأنها ستقضي يوماً مكانه إن شاء الله. حتى لو كانت صامت اليوم كله ناقص دقائق، حتى لو كانت صامت اليوم كله قبل المغرب بدقيقة، طالما قبل أذان المغرب أو قبل غروب الشمس يبقى صومها انتهى، وعليها أن تقضي يوما مكانه إن شاء الله. طيب، قراءة القرآن الكريم بالنسبة للمرأة الحائض؟ لا، شوفي، بالنسبة للحائض والنفساء لا يجوز لهما قراءة القرآن الكريم، لأن ربنا قال لا يمسه
إلى أن يطهرون. وأيضا قراءة القرآن أجاز العلماء أو الفقهاء للمعلمة والمتعلمة قراءة القرآن وهي على هذه الحالة وهي حائض أو نفساء. أما غير ذلك لأن القرآن عبادة والعبادة لا تكون إلا على طهارة، فحين أقرأ القرآن تعبدا لابد أن تكون طاهرة إن شاء الله. ده بالنسبة لمس المصحف أو غيره، يعني حتى ما تقراش ولا من آيباد ولا تقرأ من موبايل ولا تقول ورا، هل تستطيع أن تصلي؟ ما تقولش وكذلك. تستطيع أن تصلي وكذلك؟ لا طبعا. تستطيع أن تصوم وكذلك؟ فقراءة القرآن تعبد مثل الصلاة والصيام إن شاء الله. يعني كل العبادات غير مستحبة أثناء العذر الشهري. بالضبط كده. حتى التسبيح وذكر الله. لا تسبح وتذكر الله وتدعي كما شاء، وإذا كان لا ورد تقوله في الصباح أو في المساء لا يمنعها منه وجود العذر الشهري أو وجود النفاس. تمام. نتكلم بقى عن الحاجات المبطلات الصيام بشكل عام لناس كتير جدا يمكن تساؤلاته ما بتخلصش كل سنة، يعني كل سنة نلاقي نفس الأسئلة برضو اللي هي فيما يخص بقى معجون الأسنان، الحقن، بعض الأدوية، النقط الخاصة بالأنف أو للعين أو كل الحاجات دي. هل في أي حاجة فيهم ممكن تبطل هو الصيام؟ هو شوفي عندنا إيه كل ما يتعلق بالحقن في الوريد أو في العضل لا تفطر ما عدا الحقن الشرجية وحقن الجلوكوز لأنها غذاء، ما عدا ذلك كله لا يفطر وكله يدخل إلى الجوف إذا كان يدخل عن طريق غير طبيعي. ده بالنسبة للحقن جميعا. بالنسبة لنقط الأنف، طب قبل ما نقولها استأذنك ناخد التليفون. تفضلي. مدام عزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ممكن بس أسأل الشيخ سؤال؟ تفضلي. دلوقتي بالنسبة للفلوس اللي أنا يعني، طيب حاولي تكلمينا مرة تانية مدام عزة. طب تفضلي فضيلة الشيخ. بالنسبة للقطرة، قطرة العين لا تفطر حتى إذا أحس بها في حلقه فلا تفطر. نقط المناخير إذا أحس بها في جوفه أو في حلقه يبقى تفطر إن شاء الله، ده الرأي الراجح. في بعض الآراء بترى أنها لا تفطر وأنها لا تدخل إلى الجوف وأنها إذا دخلت إلى الجوف ليست غذاء ولا طعاما وبالتالي فهي لا تفطر. تمام. طيب يعني يمكن كان في سؤال واحدة بتسأل بتقول إن هي بترضع دلوقتي، فهل يجوز لها ان هي تفطر ولا لا، ولا لازم ده يكون الطبيب هو اللي قايل عليه؟ ده هو النص الفقهي بالنص، يعني بيقول اذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما او ولديهما جاز لهما الافطار ويقضيان اياما مكانها. واذا كانت خايفه على نفسها او خايفه على ولدها يجوز لها ان تفطر ثم تقضي هذه الأيام بعد أن ينتهي الحمل أو تنتهي فترة الولادة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب. فترة الرضاعة. كان في سؤال تاني فضيلة الشيخة بتقول إن حصل خلاف بينها وبين أخت زوجها في نهار رمضان وهي تلفظت ببعض الألفاظ الغير لائقة، فهي كده تعتبر فطرت ولا ما فطرتش؟ يعني بقول رمضان بيعلمنا الأدب، بمعنى الصبر. ما حدش يطول لسانه على حاجة، ما حدش يسب ولا يشتم ولا يلعن، وده طبيعي حتى في غير رمضان. سيدنا النبي قال إن ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، فما ينفعش أبدا إن حد يشتم حد حتى في غير رمضان. وسيدنا النبي علمنا وقال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده لا يؤذيه بالقول ولا يؤذيه بالفعل، وبالتالي هؤلاء الذين يشتمون ويسبون ويلعنون في نهار رمضان لا شك أنهم أضاعوا أجر وثواب صيامهم بما فعلوا. طيب في سؤال تاني وبيقول أنه وبيدرس في الجامعة والآن جدا من نتيجة الامتحانات لأن دي آخر سنة لي، ووصل معايا الموضوع معاه دخل في حالة نفسية لدرجة أنه هو ما بقاش يقدر ينام خالص، فهل في بعض الأدعية اللي يقدر يقولها تساعده على أنه يخرج من الحالة النفسية اللي هو فيها دي ولا لا؟ هو متوتر عشان الامتحان ودي حالة بتعتري كثير من
الذين يؤدون امتحانات. ويمكن حصل معي شخصيا في آخر عام في الجامعة إن أنا قعدت 15 يوم لعنة مطلقة لحضرتك شخصيا. إنما يعني الحمد لله عدت ومشيت ونجحت وكان تقديري كويس الحمد لله. إنما هي حالة نفسية محتاجة إلى أن الواحد يضع القلق ويدع الاضطراب ويسلم الأمور لله سبحانه وتعالى، ويرى أنه أنا عملت العلية واللي على ربنا سبحانه وتعالى سيكون. إنما كلنا بنضطرب في الامتحانات قبل الامتحانات، يعني بنرى أننا محتاجين نبقى نحقق تقدم وتفوق وتميز، فإذا لم يحدث بنرى أنفسنا أن احنا قصرنا كثيرا، وده بيسبب مشاكل نفسية كتيرة جدا، وبنعيش في قلق دائم ومستمر. محتاجين نسلم الأمر لله بس نأدي ما علينا، ناخد بالأسباب ونترك النتيجة لمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. صحيح. بهذا نستطيع أن نعبر إلى بر الأمان ونحقق النجاح. وبقول له أنه ياخد أي منوم يريحه فترة بس ما يدمنش عليه لغاية ما أقدم امتحانه إن شاء الله. إن شاء الله على خير. ناخد مدام سارة. مدام سارة السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي أهلا بيكي. أنا بس كنت عايز أسأل، أنا كنت بنزجيلي بريد ولا مرة يعني ما عدتش الصيام بعد كده. معلش أستأذنك علي صوتك بس شوية. أنا لما كان بتجيلي بريد ولا مرة عدت الصيام بعد كده، ما كنتش أعرف. ما كنتيش تعرفي؟ أنا لازم يعني أعوضه بعد كده. تمام. وحاجة كمان، أنا مش محجبة. فلو نزلت في نهار رمضان أنا مش محجبة. ده كده معنى ايه؟ حاضر. تابعينا يا سارة. هي بتسأل الاول انه هي ما كانتش تعرف انها لازم تقضي الايام اللي عليها، فما فيش ولا مرة قضت الايام اللي فطرتها. تحسب الايام اللي عليها تشوف فقديه وتصومها، وليس بشرط ان تكون متتابعة، انما ممكن ان تصوم 2 وخميس 13 و14 و15 من كل شهر، هيبقى عندها في كل شهر 11 يوم. 11 يوم في 11 شهر هيبقى 121 يوم. 121 يوم يعني 4 شهور، يعني 4 سنين، يعني تقضي في كل سنة 4 سنين إن شاء الله. فتحصي ما عليها وتحاول أن تقضيه هكذا حتى تنتهي منه إن شاء الله وسريعاً. يعني تجي من بعد رمضان مباشرة إن شاء الله بإذن الله ربنا يقدرها. هي بتقول كمان إن هي مش محجبة، ففكرة إن هي تنزل في نهار رمضان بشعرها، هل ده في حرمانية أو يعني هو حجاب فريضة فرضها المولى سبحانه وتعالى، فمحتاجين كلنا كمسلمين نلتزم بالحجاب، لأنه الحجاب فرضه الله عز وجل، فهتبقى مقصرة وحبها ثوابها أقل حين تسير دون حجاب في رمضان وفي غيره، لأن الحجاب ما فرضش في رمضان وبعد رمضان نقلعه، لا، ده الحجاب فرض على المرأة المسلمة طالما أنها بلغت المحيض حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. طب الناس اللي بتعمل كده فضيلة الشيخ، يعني في بنات كتير جدا يلبسوا الحجاب في نهار رمضان، وفي بيلبسوه في النهار وفي الليل لكن بعد رمضان يقلعوه بشكل عام بقى. عليهم إثم، لأنه رب رمضان هو رب شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، فإذا كانت بتخاف رمضان وتتحجب لرمضان يبقى لا صومها مقبول ولا حجابها مقبول أيضا. لما إذا كانت بتعمل لله سبحانه وتعالى وتخاف الله عز وجل تصوم لأن الله أمر بالصيام وأنه فريضة، وأيضا تلبس الحجاب لأن الله أمر به وهو فريضة، بذلك يبقى يتقبل الله صومها وصلاتها وزكاتها وحجابها. لما إذا كان الحجاب لرمضان يبقى تركها لما فعلت وليس لها أجر ولا ثواب ولا جزاء على ذلك. أستاذ سيد. أيوة فندم. أهلا بيك يا فندم، تفضل. أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا عايز أستفسر من فضيلة الشيخ على أن المدام ينزل عليها دم غير ضم الدورة، فهل يجوز لها صيام و طيب حاضر. طيب ناخد مدام سهام. هو على العموم هنشوف، ناخد التليفون ونجاوب على الاثنين. مدام سهام اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك بالنسبه لزكاه الذهب،
هو عدى النصاب خلاص، بس فيه منه 18 وفي 21. ها فالزكاة تطلع على كله ولا على ال 21 بس؟ هو عموما للاستعمال اللبس يعني. بتلبسيه بتستعمليه مش شايلاه؟ لا لا كله؟ استعمال بلبس ببدل فيه يعني. تمام حاضر. طب عينا مدام سيهام. طيب استاذ سيد كان بيسال ان زوجته في بينزل عليها دم بس مش دم الدوره، فهل كده تصوم ولا ما تصومش؟ اذا كان دم استحاضه وليس دم حيض يبقى تصوم ان شاء الله وتصلي، انما اذا كان دم حيض يبقى لا تصوم ولا تصلي حتى ينقطع الدم نهائيا. لكن اي حاجه تانية تقدر ان هي تصوم وتصلي عادي. اذا كان دم استحاضه وليس دم حيض يبقى تصوم وتصلي ولا شيء عليها، تتشطف وتتوضى وتصلي ولا شيء عليها ان شاء الله. تمام. طيب مدام سيهام كانت بتسال بتقول عندها ذهب هي بتستعمله مش ذهب شايلاه، بس في منه عيار 21 وفي عيار 18، هل يطلع عليهم زكاه ولا ما يطلعش؟ الراي راجع عند الفقهاء انه ذهب الزينه لا زكاه فيه، زكاه بتتزين به وبتلبسه ومما يتزين به امثالها يبقى لا زكاه فيه. اما اذا كان جايبين الذهب علشان هو مال متشال ومدخر يبقى بنطلع زكاته 2.5%، اذا بلغ 85 جرام ذهب عيار 21، فبنقيم العيارة الاخرى اذا كان 24 او 18 بنقيمه بسعر ال 85 جرام 21 ونطلع زكاته ان شاء الله. ان شاء الله. طيب في سؤال تاني فضيلة الشيخ، هي بتقول عندها بنتها عندها 7 سنين وزوجها متوفي من 4 سنين تقريبا، بنت بتعيط كتير جدا وطول الوقت بتقول ان هي عايزه باباها، هو ليه مش بيجي لها في الحلم ومش بتعرف تتصرف معاها، وهي ساعات الام كمان بتعيط مع البنت وساعات بتشد عليها رغم انه عدى 4 سنين على وفاه والدها، هي بنتها الوحيده لكن البنت ليها اخوات من والدها المتوفي لكن ما بيسالوش عنها خالص وما يعرفوش عنها اي حاجه خالص. يعني هو غلط للاباء الحقيقه، ودي مشكله من المشاكل الكبيره جدا، ان الاب يتجوز واحده جديده ويترك القديمه ويفصل ما بين اولاده من القديمه ومن الجديده بحيث انه لا يعرفوا بعضهم بعضا، ودي مصيبه قد تلحق بهم اذى وشر كثير. اولا معرفتهم بعض هيبقى في صله رحم، في ارتباط، في حب، في ود، كما امر الله سبحانه وتعالى، وصلة الرحم فريضة كما قال المولى عز وجل. الحاجة الثانية انه حدث هذا في بلد من البلدان العربية، ان الراجل كان متجوز بره وما كانش معرف زوجته ولا اولاده بهذا، ان ابنه كان بيتعلم في جامعة في امريكا واحب اخته التي لا يعرفها وبالتالي جه قال ابوه انا فيه زميلة عزيزة وكويسة ومسلمة وعايز اتجوزها، فاتضح حين ذهب الوالد يخطبها انها اخته. فدي قضيه خطيره، ان الاباء لابد ان يعلموا ابنائهم لاخواتهم واخواتهم، لازم يعرفهم ذلك اخوات ولك اخوه، لازم تروح تعرفهم وتشوفهم يقربهم من بعض ويربطهم ببعض ويحببهم في بعض بحيث ان العيله تلتقي والاسره تلتقي ويبقى في تحب. بنتنا الغلبانه دي مش بالضروره انها تشوف ابوها في الرؤيه، ليس بالضروره اللي ما تيجي لنا في الرؤيه ونشوفه يعني. هي حبيبتي من يعني هي 7 سنين برضو لسه صغيره. نعم. فكره انه ممكن يكون بيتقال لها ان لا مش هنشوفه تاني وخلاص راح عند ربنا فمش يعني ينفع نشوفه تاني، فهي الفكره الوحيده اللي تخليها تشوف والدها فيها انه يجي لها في الحلم. طيب ما هو هي هي الام بس هي اللي مش عارفه ايه اللغه اللي تتعامل بيها مع البنت في سن زي ده. تتعامل مع البنت انها تقول بابا خلاص انتقل الى رحم ربه وعند ربنا دلوقتي خلاص. مش هيجيلنا تاني، مش هنشوفه تاني، لما اذا تكرم علينا وجانا يبقى كتر خيره، ما جاش يبقى ليست هناك مشكله في ان لا ياتي. تمام. طيب ناخد مدام هبه. الو. الو. حضرتك اتفضلي. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اتفضلي. بقول لحضرتك عايزه اسال الشيخ على جوزي رمى عليا اليمين اكتر من مره. هستأذنك بس وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. حاضر. معناه اتفضلي. جوزي رمى عليا اليمين اكتر من مره ورمى اخر طلقه، كانت اخر طلقه رحت للشيخ وقال لي اخر طلقه دي ليك، وقال لي انت طالب بالثلاثه لو ما جيتيش النهارده.
قال لك انت طالق بالطلاق بالثلاثه لو ما جيتيش النهارده؟ لو ما جيتيش. وانا كنت مسافره بصراحه. وما جيتيش؟ لا ما جيتش لان كنت في سفر. اخر يومين ده اصلا كان اخر يومين ليا، فعايزه اسال الشيخ عليه. وانت سالتي مشايخ قبل كده؟ كل اللي قالوا قبل كده كان طلاق وقع. قال لي حرام، في اللي قال لي حرام وفي اللي قال لي يعمل كفاره. طب ممكن تقول لنا المرتين اللي قبلها قال لك ايه؟ انا عايز اسمع هو شخصيا في الطلاق، نسمع الزوجه لان هو اللي طلق وهو اللي قال، عشان نعرف قال ايه بالظبط. هو اكيد هو عندك يا مدام هبه زوجك؟ ما كانش غضبان. لا هو موجود عند حضرتك؟ لا. يكلم فضيله الشيخ؟ لا هو بصراحه لا هو في الشغل. طب احنا محتاجين نسمعه عشان نعرف قال ايه بالظبط، لان كل قول له الراي. يعني انا زعلانه وعندي اهلي دلوقتي. طب ممكن توطي بس صوت التلفزيون بعد اذنك واسمعينا من التليفون؟ ماشي اتفضلي. هو زعلان دلوقتي، هو في حته وانا في حته، بصراحه انا عند اهلي وكده، بس ما كانش غضبان يعني ولا كان متنرفز ولا اي حاجه. هو رمى اليمين وعارف ان الشيخ قبل كده قال له دي اخر يمين دي، وهو قال لك انه بس هو رماه. وهو قال لك ان هو قاصد المره دي كمان طلاق؟ ايوه هو قاصد، لان الشيخ قبل كده قال له دي اخر طاقه وحرص عليها. هو محرص عليها، قال لي لو ما جيتيش النهارده تبقي طالق بالثلاثه، وفعلا انا ما جيتش. هل انت اللي ما كنتيش حريصه عليها؟ انت ما جيتيش ليه طيب؟ ست طالما الشيخ قال له يبقى صحيح وسليم، ويبقى انت اللي بتعندي. والعناد دايما بين الزوج والزوجه بيؤذن بخراب البيوت، بيؤدي الى خراب البيوت. فاحنا مطلوب الزوج لما ترى الزوج فيه امر معين حلف عليه يبقى تستجيب، انما عملت انا ما جيتش عندا يبقى انت اللي بتساعدي على خراب بيتك ان شاء الله. وعلى الحل الامثل انك تاخديه وطلع على دار الافتاء انت هو انتوا الاثنين، تحكوا كل ما تم ويحكموا بينكما ان شاء الله. ان شاء الله. استاذنك فضيله الشيخ نروح فاصل. مشاهدينا فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، خليكم معانا. نويت الطاعه على التنزيل والسن، على الاخلاص، على الاخلاص ما بين الناس ودادنا. ولو ساعه عايشه لاكون في دادي يا رب ارحمني، يا رب ارحمني برضاك عني وتحميني. بحس بنفسي مشتاق لنور وجهك، ولاقي روحي سباقة بتندهلك. يا هادي الناس، تعبنا ذنوب في دنيتنا وعفو الله ملوش حدود. وأقول يا رب، يا رب ثبتنا. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ محمود عاشور، أكيد بنرحب بصلاة حضراتكم وأسئلتكم. شيخ محمود، أحياناً الناس تكون لسه بتتسحر او بتاكل او بتشرب وتتفاجئ ان اذان الفجر اذن وهم ما سمعوش، هل بيتم يوم بيكملوا يومهم عادي ولا هنا بيبقوا فطروا ولا ده بدون قصد؟ يعني شوفي، هو لابد ان نتحرى الفجر والمغرب. يعني ما ينفعش، اولا دلوقتي في زماننا اللي احنا موجودين فيه سهل ان احنا نتحرى، لانه بقى في ساعات وبقى في راديو وبقى في تلفزيون وبقى في انترنت وبقى في حاجات كتيره جدا نستطيع أن نعرف منها ذلك. يعني قديما كانوا بيفطروا على الشمس ويفطروا أو يصوموا أيضا على الفجر، دلوقتي بقت الدنيا ميسرة ونعرف. فاللي بيفطر قبل الفجر أفطر يظن أن الفجر لم يؤذن بعد، ثم اتضح أنه أذن، يبقى عليه قضاء يوم مكانه إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. طب هي بتقول أنا باخد حبوب عشان تمنع الدورة الشهرية أثناء شهر رمضان عشان تصوم الشهر كامل، هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ هو حاجة من الأشياء أيضا الحديثة والنافعة، وبيعملوها أيضا في الحج. لما تيجي مسافر الحج بتاخد الحبوب عشان تمنع عنها الدم طوال فترة الحج عشان تؤدي الفريضة كما ينبغي، طالما أن ذلك لا يضر بها ولا يؤذيها فهو
مقبول ولا شيء فيه، وعليها أن تستشير طبيب فيما تفعل، هل هذا صحيح أم لا، يجوز أن نفعل أو لا يجوز، فإن كان يجوز تفعل ولا حرج عليه، كان يضرها لا تفعل أيا كانت الظروف والأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طيب هي بتقول ابنها عاق بيها وهي مريضة، ومن ساعة ما اتجوز وهو انقطع تماما في السؤال عنها، لأنه كان دايما بيبقى فيه مشاكل بينها وبين زوجته. فهي بتقول إن هي هل بعد أخوها ولا زوجة أبوها؟ لا، هي أمه، هي بتشتكي من ابنها إن هو من ساعة ما اتجوز وهو انقطع عنها، لأنه كان في بداية الجواز كان فيه مشاكل بين الأم وبين زوجته، فما بقاش يسأل على أمه، وبتكلمه في التليفون مراته بترد وما بترضاش تديله التليفون، يا بتقول ان هو نايم يا بتقول ان هو برا، ومره قالت لها ما تتصليش هنا تاني. على اي حال هو جحود من الابن لامه، ودي جريمه من الجرائم البشعه القبيحه المنكره، لان الام دي اصله، وهي التي حملته في بطنها 9 أشهر وارضعته حولين كاملين، وتولت رعايته الى أنصار بما هو فيه، وفعلت كل ما يأنف منه الإنسان بالنسبة له، نظفته طهرته شريته كل ده المفروض يفتكره. ثانيا ربنا سبحانه وتعالى لنا إيه؟ فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني لا تتعالى ولا تتكبر عليهم. وسيدنا النبي حين سئل من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. وبالتالي عليه أن يسرع، وإلا سيحيق به غضب المولى سبحانه وتعالى، وسوف لا يكسب في دنيا ولا في آخرة، لأن الأم هذه دعواتها صاعدة إلى السماء، والمولى عز وجل يستجيب لها ولدعائها. وقال عز من قائل بالحديث القدسي فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، أنا الرحمن وهي الرحم، اشتققت لها اسما من اسمي، فمن يصله أصله ومن يقطعها أقطعه فأبته. فالمولى عز وجل سيقطعه ويبته، فعليه أن يسارع ليعيد رضا المولى عز وجل له إن شاء الله. إن شاء الله. طيب ناخد مدام مي. مدام مي السلام عليكم. ألو. ألو. أهلا بيك يا مدام مي، اتفضلي. إزاي حضرتك، عاملة إيه؟ الحمد لله بخير. إزاي فضيلة الشيخ؟ أهلا وسهلا. الحمد لله. انا كنت عايزه اسال حضرتك ان انا حامل وكده، وكانش ينفع ان انا اصوم شهر رمضان، فكنت عايزه اعرف هو انا لو ما قدرتش اصومه بعد كده انا عليا ان انا ادفع حاجه في شهر رمضان وكده ولا ايه؟ انت صمت فطرتي الشهر؟ انا يعني هفطره لان انا مش هقدر اصوم. تمام، لو ما قدرتيش بعد كده بقى تصومي تقصدي؟ الدكتوره قالت لي ما ينفعش تصومي شهر رمضان، انا لحد دلوقتي فطره. لا انا هكمل شهر رمضان فتره يعني. ماشي تمام. انا بقول لك بقى، انت سؤالك، انت دلوقتي فتره علشان انت حامل. تمام. بعد رمضان في اي في اي مرض عندك يمنعك ان انت تقضي الايام؟ لا لا مفيش، بس انا طبعا حضرتك يعني مش هقدر اصومه بعد كده برضو، انا حاسه انا مش هقدر اصومه، عرفت انا جسمي ضعيف وكده، فيعني انت بتتعبي من الصيام في رمضان قد ايه مثلا لو انا هدفع؟ طب يا مي بس هسألك سؤال، انت بتتعبي من الصيام بشكل عام بعيد عن موضوع الحمل؟ وبعدين انا يعني هو انا عليا ان انا المفروض اصوم، وفرض ان انا اصوم، عايزه افهم بس، فرض بعد كده طيب الشهر دوت وادفع، لو انا ما صمتوش ادفع قد ايه شهر رمضان؟ حاضر حاضر. طب عينا يا مي. استاذ احمد، استاذ احمد السلام عليكم. الو.
طب حاول تكلمنا مره تانية. هي مي واضح لو كانت تابعت الحلقه من اولها كانت سمعت اجابه سؤالها. هي بتتكلم على ان هي دلوقتي حامل ومش هتقدر ان هي تكمل شهر رمضان وهي صايمه. بتسال لابد ان هي تصوم بعد كده ولا لا، ولا تطلع كفاره ولا ما تطلعش؟ لا لا، شوفي، الذي يستطيع الصوم لابد ان يصوم. عمليه الكفاره دي لمن لا يستطيع الصوم ابدا، مش هيقدر يصوم تاني. لكن حته ان هي عنده مرض مزمن او مسن لا يستطيع الصوم، يبقى ان شاء الله يبدي. انما الذي يستطيع الصوم بعد ذلك عليه ان يصوم ويؤدي، وان لم يفعل اثم وعليه وزر. طيب حتى لو كان هي بتقول اصل انا ضعيفه فانا عندي احساس اني مش هقدر اصوم، اللي قرر ده الطبيب مش هي. ما بيجيش واحده منها لنفسها كده وتقول لك انا ضعيفه مش هصوم. لا، اذا قرر الطبيب انها لا تتحمل صوما يبقى تفطر. انما اذا قرر انها تتحمل صوما لا بد ان تصوم. ما الناس كلها بتحملش الصوم. انا في العام الماضي ولا من كام يوم واحده ست كلمتني، انا كنت في المرور النهارده وتعبت جدا جدا جدا، كلامنا كان بعد العصر ومش قادره انا هفطر. كل اللي راح المرور النهارده لازم يفطر، ما ينفعش. عمليه ان انا رحت المرور تعبت جدا جدا جدا، كل الناس راحت المرور وكل الناس تعبت زي ما انت قلت، الناس هتفطر. انما دي ليست ذريعه ان انا افطر او ادور على حاجه تفطرني يعني، وانما انا رحت المرور يبقى افطر، لما انا تعبانه يبقى افطر. لا، الصوم مشقه ولابد ان نتحمله ونتحمله بقدر ما نطيق. انما الذي لا يتحمل ويصعب عليه ويشق عليه جدا يبقى عليه ان يفطر ان شاء الله. وده الشخص هو اللي بيحدوش حضرتك بتقول لي دلوقتي انت عليكي وزر ان انت ما فطرتيش، لانك لم تاخديش الرخصه ربنا رخصتك ان تفطري، وانت مريضه واجئتي بصعوبة وتتكلمين بصعوبة وتجلسين الآن بصعوبة، فكان عليك أن تفطري ثم تؤدي يوما مكانه بعد رمضان إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يا رب يتقبل، تاخد العلاج على الأقل يعني. إن شاء الله. طيب في سؤال تاني بتقول إنه والدها عمرها ما شافته ولا بيصلي ولا بيصوم، وهي الآن عليه لأنه كبر في السن وخايفة من لقاء ربنا سبحانه وتعالى أنه هو يتوفاه الله وهو في الحال اللي هو فيه ده. فعايزة حضرتك تتكلم عن الصيام وعن الصلاة، الناس اللي بيتركوا الصيام واللي بيتركوا الصلاة. يعني شوف، في أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالذي يصوم ولا يصلي هياخد جزاء الصوم وهياخد أجر الصوم وثواب الصوم، إنما هينقطع منه أجر وثواب وجزاء الصلاة. والصلاة عندنا أهم ركن من أركان الإسلام، عماد الدين. هي الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. وبالتالي الذي يترك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا ويحبس حتى يصلي، ده في الشرع، ده الرأي الشرعي فيه. اللي لا يؤدي الصلاة منكرا وجاحدا لفرضيتها فهو ليس بمسلم. وبالتالي يبقى الصلاة فرض لا يهمل ولا يترك مطلقا. إنما برضو ما نقدرش نقول اللي بيصوم وما بيصليش يبقى ربنا ما يقبلش صيامه، لا، هياخد أجر صيامه وثوابه ويحاسب على تركه الصلاة إن شاء الله. طيب هي بتقول انا بدعي على اولادي كتير جدا ولاني عصبيه زياده عن اللزوم وهم بيعصبوني، مش قادره اتحكم في نفسي ان انا ما بدعيش عليهم، فهل ربنا ممكن يتقبل دعائي على اولادي ولا لا؟ يعني قد يصادف ذلك ساعه اجابه واستجاب الدعاء. وعلمنا سيدنا النبي ان احنا ندعو على اولادنا، فربما صادف الدعاء ساعه اجابه فاستجاب الدعاء. انما في اساليب اخرى غير الدعاء يعني نعالج بها اولادنا، يعني بعدين ما نقول لهم ربنا ياخدكم نقول لهم يا اولاد نعيم وما ينفعش وما بتعملوش كده واللي انتوا عملتوه ده غلط. يعني في اساليب كثيره نعالج بيها حياتنا مع اولادنا، انما ما تبقاش اساليبنا كلها هي الدعاء عليهم يعني. سؤال تاني بتقول بنتها نسيت وشربت في نهار رمضان، فهل بتكمل الصيام ولا ما بتكملش الصيام؟ ولا ان شاء الله اللي بينسى اللي بينسى وبأكد اللي بينسى ما يكونش ايه متناسي يعني او عامل ناسي وخلاص يعني. اللي بينسى اكيد في رمضان اذا اكل وشرب صيامه صحيح وعليه ان يتم صيامه، لان سيدنا النبي قال للرجل الذي اكل ناسيا في رمضان
إنما أطعمك ربك وسقاك. وسيدنا النبي له حديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ناخد أستاذ فؤاد. أستاذ فؤاد السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. اتفضل يا فندم. السلام عليكم وبركاته. أيوة يا فندم. اتفضل يا فندم أهلا بيك. حضرتك أنا عندي تعب في الكلى والبولينة عالية. فهل يجوز لي الصيام؟ والدكتور من سنتين قال لي ما تصومش. وحضرتك صايم دلوقتي ولا لا؟ انا صايم بس تعبان. طبعا طيب. انا صايم يا فندم بس تعبان. طيب حاضر. عند حضرتك اي سؤال تاني يا استاذ فؤاد؟ لا يعني هو عايز اعرف هل افدي ايه عن لو احتضنت الشيخ مثلا قال لي مش هيجوز لي الصيام، افدي ايه عن اليوم؟ حاضر حاضر حاضر. تابعنا حضرتك، ربنا يشفيك يا رب. السائل العزيز بقول له الذي يفتي في حالتك هو الطبيب. ما هو قال له فإذا أفاد الطبيب الصوم. أنك لا تتحمل الصوم ولا بد أن تفطر لأن الصوم يضرك ويؤذيك، يبقى عليك أن تفطر فورا طالما أن الطبيب أشار بذلك، وعليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا وجبتين فطور وسحور. من أوساط ما تطعمون أهليكم على زي ما بتاكلوا. شوف الوجبة تكلف كام وطلع للفقراء والمسكين عن كل يوم افطرته وجبتين فطور وسحور ان شاء الله. ان شاء الله. طيب هي بتقول ان زوجها رمى عليها يمين الطلاق في نهار رمضان وقال لها يعني في مجلس واحد انت طالق كذا مره. فهل دي طالق 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 يا تحسب ولا ما تحسبش؟ هو الطلاق في مجلس واحد بلفظ واحد يبقى طلقه واحده. الطلاق ثلاثا في مجلس واحد تبقى طلقه واحده. فكده تبقى نعم في رمضان او في غير رمضان يقع الطلاق. فاحنا اذا كانت اول طلقه يبقى يراجعها فتره العده، يردها الى عصمته فتره العده، وراجعت زوجتي الى عصمتي او يحتضنها او يعشرها او يقبلها، ما يبين انه راغب في استمرار الحياه معها. اذا كانت الثانيه ايضا يجوز له ان يراجعها فتره العده. اذا كانت الثالثه لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا، والمحل الحرام. يعني سيدنا النبي لعن الله، أتدرون من التيس المستعار؟ قال الصحابة بلى يا رسول الله، قال لعن الله المحلل والمحلل له. شيخ محمود نورتني النهاردة، بشكر حضرتك جدا وشكرا على خير. ربنا يخليك، ربنا يشفيك ويعافيك ان شاء الله. امين يا رب. وراك في الحلقه القادمه وانت في الصحه وعافيه ان شاء الله باذن الله. لو عشت وكان لي عمر. بشكر حضرتك جدا، بشكركم مشاهدينا واشوفكم بكره على خير ان شاء الله. سلام عليكم.